احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح سر المناولة الأولى ل31 طفلا من أبنائها في العاصمة عمان وفي مدينة الفحيص. المزيد في هذا التقرير. بأجواء روحية وبتراتيل شجية احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بقداس احتفالي منح خلاله سر التناول الأول ل31 طفلا من أبنائها المنتشرين في مناطق العاصمة عمان وفي مدينة الفحيص. ترأس الاحتفال قدس الأب زيد حبابه بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور مورلالي وحضرة الأب نظير دكو وبحضور سعادة سفير جمهورية العراق لدى الأردن السيدة صفية السهيل ومدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان وعدد من الراهبات وجمع كبير من أهالي المتناولين وأقاربهم ومن أبناء الرعية، حيث سبق أن اشترك الأطفال بدورة مكثفة في التنشئة وتعلم خدمة القداس والتراتيل خلال شهر حزيران، بالإضافة إلى تلقيهم دروسا في التعليم المسيحي طوال السنة في كل يوم جمعة وسبت. وفي عظة القداس تحدث الأب زيد مع الأطفال شارحا لهم معنى التناول الأول ومعنى القداس، حاثا الأهل على الاشتراك بقداس الأحد مع أبنائهم وإعطائهم المثل الصالح. النقطة الأخرى، إحنا كلتنا دا نتناول من نفس جسد يسوع، معناته هذا الجسد إيش دا يسوي بينا؟ يوحدنا، كلتنا نصير واحد مع كل الجماعة اللي دا تشترك بالقداس، كلتنا نصير، كلتنا القربان اللي نتناوله يحولنا إلى جسد المسيح، جسد واحد، معناها إحنا كلتنا شنو؟ أخوة، معناتها إحنا كلتنا واحد، واللي وحدنا هو يسوع المسيح. ولما نكون واحد معناتها شنو؟ معناته لازم نتعاون مع بعضنا البعض، معناته لازم نتضامن، ما يصير أكو واحد كثير غني وواحد كلش فقير، لازم شو نسوي؟ نباوع على منو؟ على الفقير، ما يبقى واحد وحده قاعد معزول، لازم شو نسوي؟ نزوره، إذا أكو واحد مريض شو نسوي؟ نزوره بالمستشفى، إذا واحد مو بس اللي عند قرايبنا، أي واحد إحنا نسمع ونقدر نسوي شيء لازم نسوي، لأن الله شنطانا انطانا أيادي اثنين نقدر بيها نساعد، وانطانا عيون نقدر بيها نشوف ونشعر ونحس، وانطانا لسان حتى نستخدم لسان طيب وكلمات حلوة مع الناس ومع أصدقائنا، ما نقول كلمات بذيئة وكلمات جارحة. وفي الختام هنأ قدسه المتناولين وأهاليهم وشكر معلمي التعليم المسيحي وكل الكادر العامل في الكنيسة والضيوف على مشاركتهم، كما شكر المحسنين على محبتهم وتضامنهم، وشكر كذلك كنيسة القديس يوحنا دي لاسال لفرير لفتحهم الكنيسة وتعاونهم الدائم مع الرعية الكلدانية، وقدم الشكر للدكتورة السمعان على تغطيتها كل احتفالات الرعية على مدار السنة.